هذه اللوحة الأكثر من رائعة في ملعب البيرجيكو رغم أن الإضاءة ليست بها الجيدة بملعب البيرجيكو. إسماعيل الحداد ينطلق إسماعيل فرصة اسماعيل ديال بنزرتي سريعا ما هي اختياراتك يا فوزي لما انطلقت الكره بسرعه من اسماعيل يخترق المدافعين بعد ذلك يسددها يجيب رقد الواحد القاسم كره في وسط الميدان لفيده اتحاد طنجه بينيه مونتيزا الوادي يدخل الوادي ماذا يفعل الوادي والتدخل بعد ذلك بالراس من طرف اشرف ديف داري المدافع على وسط نعم داري يقطع لي الكره تمشي طنجاويه مره اخرى العمود يرمي فوزي البنزرتي وبالتالي مباراة ثرية بالنسبة للوداد الثار بعد لزيمة مباراة الذهاب 1-0 بينما كرة واستلام والحداد في لقاءات كان ممكن يفوز بها بينما كرة لبديع على هوك بعد بابا توندي لمسة النيجيري بديع يرفع بديع إمكانية للتسديد فرصة والدفاع بعد ذلك الصمود الخالق يشوف الإعادة هنا بديع يرفع كرة يبدع في يد العرضية الكنترول من إسماعيل وباس بعد ذلك العملود يسدد ولكن الدفاع يدخل أيوب الخالق في نهاية المطاف فورت جدار من ستة مدافعين جدار صور طنجة وإسماعيل صور طنجة وإسماعيل وإسماعيل كذا يكسر الصور لكن تتحول بعد ذلك إلى الركنية إسماعيل يجيب الخطورة مرة أخرى شوف الإعادة السرية مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى طنجة تلعب دي الركنية مرت أمام الجميع يمشي كومارا والتغطية يبقى ودادي في هذه اللحظات هنا الكرة العرضية بعد ذلك تتحول إلى ركنية المادة الهجومية الوداد متابعة من الدفاع تسديدة بعد ذلك تبقى للفريق الأحمر لوجود وضعية تسلل كارت يعطي باس والحدادي مر الحداد ركنيه من جديد عريض في السلامه يلعب السريع لاسماعيل الحداد الحداد لمريم الحداد يطلب العملود العملود يسدد اعتقد الجميع بان في المرمى لعبة جميلة ثنائية بين اسماعيل والعملود لطلب الكرة نعم هل كان في وضعية تسلل هل كان في وضعية تسلل العملود اعتقد الجميع بأن في المرمى لكن مرت بمحادثة القائم لمن يا سلام يا اسماعيل يطلب الكرة العملود مرة جانبية لوجود وضعية تسلل اللحظة اللي رفع فيها العملود وطلب فيها الكرة من اسماعيل 16 لقاء انتهى بالتعادل بينما كرة طنجاوية القعداوي ماذا سيفعل داوي فرصة والسعيدي بعد ذلك يقطع لفريق اتحاد طنجة عندما كان معار لفارس البوغاس بينما هنا فرصة طنجاوية الوادي الوادي كان يفعل ويسجل اول هدف نادي اتحاد طنجة شوف الإعادة الشنتوف في التحضير القعداوي في التسليم وبعد ذلك التسديدة من طرف الوادي شوف الصورة لمسات جميلة طنجاوية قادر التنفيذ بديع لاوك يستعد لرفع الكرة بديع فرصة المشهد في المتابعة بعد ذلك نعم المشهد ليصبح حارس اساسي لفريق اتحاد طنجة طنجة عاش على عدم الاستقرار في الإدارة الفنية طنجة تجمع يقود وري تمشي لنصير نصير التمريرة في العمق ولكن بعد ذلك العودة كانت موفقة من رضوان المرابطة الأسرع هشام صراع الكرات العالية مشيت لإسماعيل سريع إسماعيل يعطي تمريرة هناك عنده الاستلام عنده الاستحواذ وبابا توندي في وضعية تسديدة والركنية بعد ذلك نعم عنده الركنية ميشيل بابا توندي ركنية أخرى لفائدة الوداد الرياضي بابا توندي يتحرك خارج الصندوق ممتاز بابا توندي في عملية طلب الكرة وفي عملية التحرك من اليمين لليسار يخرج من الصندوق لا ينتظر عكس جيبور لأن هذا هو الفرق بين بابا توندي وجيبور جيبور يتسمر في مكانه ويبقى في الصندوق ينتظر الكرات بينما بابا توندي يصنع الفرق من خلال تحركاته ومن خلال طلبه الكرة يرجع للسعيدي بعد ذلك لمسة على مشارف منطقة جزاء بابا توندي ونصير العرضية بعد ذلك مرة جانبية لعبة جميلة وجملة تكتيكية جميلة للاعبي فريق الوداد الرياضي انطلقت مع السعيدي وريد مرت على النيجيري المساندة من عبد اللطيف نصير العرضية ولكن كان مراقب من ايوب الجرفي تلعب دي الركنية فرصة اسماعيل يسدد
اسماعيل. الصوره الطنجاوي لا زال عالي حتى الان. الصوره الطنجاوي يتمنى ان يعود ويطير بالوداد الرياضي. يتعلق الامر بمحمد وناجم. تلعب الكره والراسيه ولكن مره جانبيه. راسيه ولكن مره جانبيه. الشيخ ابراهيم كومارا صاحب الدرب الراسيه الماضيه. شوف الاعاده مره اخرى. طبعا بطل 2017 مع بطل 2018. يرجع ليحيى. يرجع لمنطقة الجزاء. يحيى صدر. يا سلام يا المجد. الهجومية السريعة لفيلة اتحاد طنجة. يا سلام يا سلام. القعداوي القعداوي. فرصة فرصة فرصة. جول 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 جول. اتحاد طنجة يفتتح باب التهدي في هذه اللحظات في مرتد الهجوم السريع. طنجة ومبتهجون. طنجة والسعداء بهذا الهدف في كونتر اتاك سريع في هجمة مرتدة تدرس. وفي نهاية المطاف الشنتوف والوادي وصلت للقعداوي. تفوق على احمد ريدا تيكناوتي. 1-0 لطنجة. وفي هذه اللحظات الضيوف يتقدمون. طنجة ويسجلون. هذه الإعادة. شوف الهجمة المرتدة بأقل عدد من لمسات. هو من قاد القعداوي. هو من قاد ومن خرج الكرة. يا سلام يا الشنتوف. يا سلام يا الشنتوف. يمرر كرة للقعداوي بعد ذلك في مرمى الوداد. 1-0 لطنجة. 1-0 لنادي الشمال. الاتحاد عن طريق القعداوي. شوف الإعادة. خروجك هنا لم يكن موفق. بعد ذلك إلى ركنية من جديد. كمية عديدة الركنيات. يا الحداد يلعب بسرعة في اتجاه العملود. والمجد. يا سلام عليك المجد. يتحدى كل مهاجمي فريق الوداد الرياضي. وحده يطير ويقص. ولكن اعتقد بان خصوصيه المباراه ونحن نتابع هذه الكره هشام المجد. نعم خصوصيه الدقائق الاخيره. كالعاده اسماعيل يصعد التنفيذ. هنا متابعه من نهري. نهري اللي نفذ الركنيه والعرضيه بعد ذلك لكن سهله. هنا بين احضان الحارس هشام المجد. هذا هو لعب النهيري. تدخل ميشيل بابا توندي. بابا توندي يعمل مراوغة ممتازة. يمر من الأول يمر من الثاني. وفرصة رفع ديال الكرة. جول 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 جول. ماذا هناك؟ الحكم صفر خطأ في هذه اللحظات بالفعل. هل فيها خطأ؟ في وضعية تسلل على اسماعيل الحداد. يا رضوان يا جيد. سنشاهد الإعادة مرة أخرى للكرة الماضية والهدف الذي رفضه رضوان. جيد سنتابعه. هكذا يا الصورة. يا سلام عليك يا ميشيل يا بابا توندي. يمر من الأول ويمر من الثاني والثالث. تتعدى الثالث. وضعية تسلل. يقول الحكم على اسماعيل الحداد. وسط يا الجهة اليسرى عن طريق اللعب الوادي. الوادي ماذا سيفعل؟ الوادي فرصة. طنجة كادت أن تفعل وتسجل الهدف الثاني. إسماعيل. إسماعيل يرفع. هنا فرصة. النهيري فرصة. مجد مرة أخرى. المجد مرة أخرى يقطع هذه الكرة مشاهدينا الكرام. تأتي التوجيهات من عبد الواحد القاسم. الكل يقوم بواجبه. نعم الكل يقوم بواجبه على أكمل وجه. وفرصة فرصة فرصة. دائما خطيرة. دائما 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 فرصة. لكن ضيع الاتحاد. ضيع الاتحاد. كان في نصير يرفع. هنا الفرصة لفيدة الأحمر. مراوغة. النهيري سدد. المجد مرة أخرى. دائما ودادية مرفوعة. الدفاع يتدخل. كمن ترى تمشي من جديد. يحيى جبران. يحيى. والنهيري فرصة. دفاع ممتاز حتى الآن. قاري صواري. دفاع اتحاد طنجة لا يحاول. داري يقود هذه الهجمة. ملعوبة لبابا توندي. يسدد بابا توندي والكرة تمشي بعد ذلك إلى ضربة مرمى. نعم السعيدي يرسل أمامها في اتجاه اسماعيل الحداد. يخطف بابا توندي. وصلت لي الكارتي. الكارتي ماذا سيفعل؟ الكارتي ماذا سيفعل؟ يلعبها لي الحداد. الحداد يناور. الحداد العرضية بعد ذلك. والدفاع من جديد. شرسة دفاعية اليوم غير عادية للفرقة الطنجاوية. بنزرتي. إذا سنتابع الركنية. هون اللي فايد الفريق الوداد. مجموعة من اللاعبين داخل المنطقة. مرفوعة ديال الكرة. فرصة. ضاع الهدف.
رافيا أشرفيا داري أمام المرمى الفارغة تقريبا بعد سقوط هشام المجداي. الصورة مرة أخرى، يا سلام يحيى جبران يلعب لمحمد وناجم بعد ذلك العرضية. شوف يا سلام سعيدي ولي مرر هذه الكرة، المجد يتصدى والمتابعة لم تكن بالجيدة من أشرف داري. لقطة واكب من داري، عيش ضغط كبير ليس وحده بل معظم لاعبي فريق الوداد يعيشون ضغط كبير، لأن كرة سهلة تضيع بهذا الشكل تواكب تماما بين اللاعبين غير مركزين واللاعبين يعيشون ضغط كبير. هي الصورة، كرة كان ممكن أن تعيد الوداد وكان محظوظ فيها نادي اتحاد طنجة. تعالي هذه المرة سيتركها لإسماعيل الحداد يلعبها بسرعة. يحيى جبران، يحيى جبران والتحضير، ميشيل بابا توندي في الاستلام، بابا توندي يسدد جول بابا توندي النيجيري، النيجيري يفجر، النيجيري يشعل، النيجيري بابا توندي الانضباط الرهيب، الانضباط الرهيب ميشيل بابا توندي يهز الشبكة الطنجاوية ويشعل المدرجات الودادية في انفجار، انفجار في البرجيكو، تحمر تحمر في سماء البرجيكو على وقع قذيفة نيجيريا. هنا بابا توندي يتحدى المدافعين ويقول للمشهد معلش كنت مشهد في 80 دقيقة لكن معلش سامح لي هذه للوداد. بابا توندي نعم بتسديدة مركزة لم يترك الوداد يتحرر من الضغط أم لا، الوداد يتحرر من الضغط أم لا. مشات للنهيري، النهيري سدد المشهد إلى الركنية، المجد إلى الركنية في هذه اللحظات، قذيفة من النايري والركنية تجي وهذه العرضية الكرينتا الودادية والصلابة الدفاعية الطنجاوية والتسديدة، ولكن المجد بصعوبة يتصدى لهذه الكرة في نهاية المطاف. كم هي مثيرة هذه اللحظات، كم هي مثيرة هذه اللحظات. هو الكرة للوداد مرة أخرى، يحيى جبران، يحيى يلعبها على الرواق الأيسر، ناهيري يحطها له ناجم، وناجم العرضية ومشهد في المتابعة. نعم المشهد يتابع هذه الكرة، جبران 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 هو ناجم في الاستلام يحطها في العمق مرة أخرى، الحسوني يلعب للناهيري، الناهيري سدد مرة تالية، النايري السد بعد ذلك الكرة تخرج إلى ضربة مرمى. نعم لم يكن حل آخر سوى التسديد يا محمد النايري. شوف لعادة مرة أخرى في ظل الصعوبة للاختراق لما وجود بابا توندي والحسوني، اتجاه النايري بجانبه أوناجم، أوناجم ضيع المرابطة دي، فرصة 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 جول 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 جاوي. الاتحاد يتقدم في اللحظات الأخيرة مشاهدينا الكرام، الاتحاد يتقدم في اللحظات الأخيرة مشاهدينا الكرام على بعد ثواني من نهاية المباراة في الوقت الناسي. كم هي رائعة هذه المواجهة وكم هي مثيرة هذه المواجهة. النغم عودة من جديد، النغم عودة من جديد، سجل في مباراة الذهاب هو يسجل في مباراة العودة وحده من دون رقابة. هل هو النغم بعد المرابطة الكرة العرضية بعد ذلك والمتابعة براسية؟ رائع المادي النغمي، المادي النغمي حر طريق من دون طريقة تسليم واستلام الكرات. أثر نعم أثر أثر الجانب المعنوي، بينما الكرة العرضية هو المتابعة بعد ذلك. هنا فرصة التعادل في الكرة الأخيرة، التعادل في الكرة الأخيرة، لأن الوداد
لأن الوداد يحب ينتصر في المباراة الأخيرة أمام خريبكا، المباراة الأخيرة في عشية العيد، في العيد ممكن يتمناها الوداد، في العيد يتمناها جمهور الوداد، يلبس الطربوش الأحمر بالنجمتين هكذا يتمناها في يوم العيد الفطر، في يوم عيد الفطر في مباراة لوسيكا. ولو أن لوسيكا أيضا تبحث عن النقطة، لوسيكا سيكون اختبار آخر لفريق الوداد الرياضي، ولكن وقت الوداد هو الآخر يبحث عن الانتصار ونهاية المباراة بتعادل مثير يا كومارا. We'll be right back.